السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد في لعبة جديدة. اللعبة اسمها Survivor Online. اللعبة تكون سلسلة، والفيديو بيكون وحدي في الفيديو. اللعبة أونلاين، اللعبة نبدأ حياتها لوحدنا. لازم نكسر خشب أول حاجة. بجمع 50 وبرجع لكم. جمعت 51 خشبة. بجمع حجر. عندي جليتشات في اللعبة. جمعت الحجر 93 حجرة، والخشب جمعت 51، والميتال 20. بنصنع فرن. استنى الفرن ينصنع. بينما ينصنع بصطاد لأكل، لأن الهاي للجوع. انظروا فين وصل في النسل. لو وصل في الأخير بيبدأ أكل دمج ويموت. الآن قاعد أكسر خشب الفرن صنعته. بينما أكسر الخشب، لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. تحطم. ها هو الجليتش. تضعون الميتال هني، تضعون الخشب مباشرة، ويعطيكم حديد. صنعت كام فايل اللي أطهر الطعام. لازم أجمع خشب، ولازم أنتظرها اللي يعطينا الحديد اللي أصنع به الأكس. أكس من حديد وبيكاكس من حديد. بينما ما يطبخ الحديد بيرجع لكم. شوفوا الجلتش، الخشب بيعطينا حديد. بياخذ الخشب من الفرن. ما عندي في خشب، تكسر البيكاكس او الاكس. بصنع ستيك 4. جمعت 6 ميتال من الطهو. من يصنع ستيك بيرجع لكم، لان ستيك بيطول شوي. اخيرا صنع الاكس. صنعت الخريطة، كان عندي شوي جلد. اخيرا اصلت. شوفوا البيكاكس كم بيعطينا الخشب. ده البيكاكس الحديد، هو اقوى بيكاكس اكس في اللعبة. بيجمع لكم على السريع، بجمع لكم خشب. حط الخشب هنا، اني قريب اموت بالجوع. 13 خشب. عندي شوية عظم، استطيع اصنع درع. بجمع بعد الخشب، برجع لكم وبستنى الأكل ينطهي. جمعت خشب 99 و37. شوف الأكل انطهى، الأكل بأكمله. بضغط هني بفعل شوي جلتش هني. لما ابني البيت يطهر الحديد.
أصنع موارد أخرى أو أدوات أخرى. الخريطة أو الخشبة في البيت. بيستهلك البناء خشب كتير وكتير، لازم لي أجمع كتير خشب وأرجع لكم. جمعت شوية خشب، مساحة البيت بتكون بدل الحجم.